بداية كان الاعتقال يعني اعتقال سياسي بناء على الرأي، بناء على تصريح صحفي في منصة صوتكم واجهوني بهذا التسجيل، وما قلته قاله غيري وأكثر منه 10 أضعاف ما قلته قاله قيادات سياسية من فصائل مختلفة. اقتبست من مجموعة من هؤلاء الناس ما قلته أنا ومن جمهور الناس. عمر جعارة تحدث أكثر مما تكلم، جمال حويل تكلم أكثر مما تكلم، غيرهم من الناس والقيادات الوطنية والإسلامية تحدثوا أكثر مما تحدث، لكن يبدو أنه يعني هناك يعني استهداف شخصي لي، وما قلته أيضا ما قاله الشارع حول الاعتقالات السياسية، أن الشارع الفلسطيني يعني يستنكر ويشجب مثل هذه الأعمال ويردد الشعار يا أبو مازن ليش ليش، مرة سلطة ومرة الجيش. هذا ما قلته وهذا ما يزعجهم، لا يريدون حرية رأي ولا يقبلوا الرأي الآخر. التعامل طبعا عملية الاعتقال، طبعا أنا ذهبت لمقابلة قالوا نصف ساعة وبتروح، وبناء على تعهدات لإخواني يعني ذهبوا قبل ما أنا أذهب إليهم، ولكن للأسف كانت مصيدة وحولوني مباشرة إلى النيابة من المستشار القضائي للأمن الوقائي للنيابة، والنيابة حولوني إلى الشرطة. هذا يعني تحويلي إلى ملف جنائي وليس ملف سياسي، والهدف منه واضح جدا بأنهم يتشدقوا دائما، لا يوجد عندنا معتقلين سياسيين، فأرادوا تحويل ملفي كملف جنائي حول الجنايات الإلكترونية، قانون الجنايات الإلكترونية. طبعا طبيب الخدمات كتب تقرير قال إنه وضعه الصحي لا يحتمل أن يدخل سجن أو نظارة، ورفض ذلك، حولني للمستشفى مباشرة. جئت هنا إلى المستشفى التركي، المستشفى التركي عملوا لي إجراءات يعني أولية وإسعافات أولية، قرروا مبيتي في المستشفى، لكن يبدو قيادة المنطقة هنا في طوباس لم ترغب أن أبقى في المستشفى التركي حتى لا يكون تواصل مع الأهل وتزاور وغير ذلك، فنقلوني إلى مستشفى طول كرم، وهناك طبعا إدارة المستشفى استنكرت يعني لماذا أتيتم به، يعني أنتم خلصتم وبليتون فيه، هذا كلام يعني الأطباء اللي أنا سمعته مباشرة. ثم الشرطة اللي استلموني هناك نفس الكلام قالوا، قالوا يعني هم خلصوا منه وبلونا فيه، يعني وكأنه أنا بلوي عليهم. فللأسف يعني كان التعامل بين بين طبعا من عناصر الشرطة، التعامل العام يعني أنا كنت مقيد بيدي اليمنى في السرير طيلة 3 أيام بلياليها، لم يكونوا يفكوا قيدي إلا عند الأكل أو عند الصلاة. رسالتي يعني أتمنى أن نستوعب الرأي والرأي الآخر، وليس كل من يخالف رأي السلطة بمعنى أنه محرض عليها أو أنه يريد الانقلاب عليها أو غير ذلك. ما يحدث هو يعني جريمة، قانون الجرائم الإلكترونية هو جريمة، لأنه لا يجرم إلا المعارضين السياسيين، وبالتحديد لون محدد الأخضر، اليسار يتكلم واليمين يتكلم والكل يتكلم، لماذا لا يلحق إلا نحن؟